انا هعمل دلوقتي شير للسكرين اهي، ماشي. فاكرين بتاع الشكل ده في البيفت تيبل، فاكرينه اللي احنا كنا بنتكلم عليه في المخزن والكلام ده، لو انتوا فاكرينه يعني. تمام. في معادلة عجبتني قوي كنت عايز اوريها لكم. انتوا حد معايا؟ يعني انا اسف لو انا هطول عليكم، بس مش هطول كتير يعني. حد معايا ممكن لو انت سامعني بس حتى يكتب لي، حتى مش لازم يكتب، مش لازم قصدي يرد عليا. تمام. اه معاك. بص يا جماعه، انا شفت معادله عجبتني قوي قوي وكنت عايز اوريها لكم. بصوا، في معادله هنا اسمها ريبت. ريبت دي ما اعتقدش ان هي عندكم في النسخ القديمه، اسمها ريبت. ريبت دي عجبتني قوي. بصوا، كل عليا ان انا اعمل الشكل ده. بصوا اهو، واختار الرقم ده، دوس انتر. فقال لي الشكل ده بالمنظر ده كده، فانا اروح هنا مغير البتاع ده الكتابة واخليها بليبل. بص ايه اللي هيحصل. تمام، بيعملها كشكل يعني. دي عجباني جدا المنظر ده، يعني الشكل ده عجبني جدا. بصوا حتى تلاقيها، بصوا عاملين ازاي، اللي هي مدية كأنها يعني لو ركبت هنا مثلا 100، بصوا اللي هيحصل، تلاقيها زادت شوية. وهكذا يعني. دي نمسح بقى دي بقى كده، ونخلينا بقى ايه بقى في المعادلة بتاعتنا بقى، اللي هي قصدي الشارت العادية. كل اللي علينا ان احنا هندوس انسرت، وهنخليها دي بيفت تيبل. في بيفت تيبل نقول له عايزين نخلي البيفت تيبل ده في حتة في شيت تاني، او حتى اتفتح لنا في شيت تاني اهو. بصوا بقى، احنا مثلا عايزين مثلا نعمل كذا حاجة. مخزن المنتج اهو، وباع كام قطعة، عدد القطع اهي. كده ناخد ده كده كوبي، هوريكم دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه. دلوقتي ناخد ده كده كوبي ونحطه هنا مثلا كده، تمام. ونغير من مخزن المنتج ده ونخليه اسم المنتج، يعني المنتجات، منتج عمل قد ايه، وهكذا. خليها سورت كده وهكذا، وده برضو نخليه بالسورت. مثلا ناخد ده كمان كوبي ونحطه مثلا هنا، ونخلي مثلا رقم البائع وباع كام قطعة، خليها برضو بالصورت. حد فاهم انا بعمل ايه ولا لا؟ لو حد مش فاهم يقول لي انا مش فاهم. تمام. أنا مش فاهم. مش فاهم. قول لي مش فاهم. بص احنا، انت حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ لا للأسف ما حضرتهاش. بص يا مصطفى، احنا بنعمل بيفت تيبل. بيفت تيبل ده وظيفته ان احنا بنلخص الداتا الكبيرة جدا لداتا صغيرة، يعني لملخص صغير. الداتا الكبيرة اهي، يعني بص كده لما تيجي تلاحظ يقول لك مثلا ايه المخزن، الاسم، المنتج، رقم البائع. فبيقول لك ايه مثلا، ان البياع رقم واحد ده اللي هو رقم واحد، باع من المنتج رقم واحد ده باع 4 قطع. كده الكلام مفهوم؟ اه تمام، مفهوم كده. المنتج والرقم، البياع ده باع من المنتج رقم المنتج اسمه رقم المنتج اسمه منتج 15، باع منه 100 قطعة. فاحنا بقى بنيجي في الاخر خالص كده بنجمع البياع رقم واحد ده باع كام قطعة عموما. تمام. تمام، اه بنجمع فهمت اخر كده. الشهر كده، نقول له اخر البياع ده باع كام قطعة، وبنشوف انهي منتج اتباع منه قطع اكبر. يعني بيقول لك المنتج رقم 4 ده اتباع منه 386 قطعة. تمام. وبص بقى، المخزن ده بيقول لك ان مخزن 2 ده اتباع من عنده عدد قطع 4. فبيقول لك مخزن 2 ده، او المخازن بقى في اخر اليوم، فبيقول لك بقى ان مخزن 3 ده اكتر قطع اتباعت من عنده، من 977 قطعة. هل الكلام كده واضح؟ اه تمام، واضح. مش انا بس باخدهم ككوبي بس، مش اقدر يعني، انا باخد كده كوبي وانزل تحت بس مش اكتر يعني، واخد بيست، ما بعملش حاجة يعني، بنقل بس البيفت تيبل ده مش اكتر. وبقول ايه مثلا، وبقول نجيب مثلا ايه، نجيب ايه تاني، ايه تاني، ونجيب مثلا عدد رقم البياع مع بيع مع قيمة الفاتورة، يعني اكتر بياع باع قد ايه. يعني بص بيقول لك ايه مثلا، هقول لك انا، بيقول لك ان البياع رقم واحد ده باع فاتورة قيمتها 420 قطعة، وباع فاتورة تانية 495 قطعة، 495 جنيه. فهمتني؟ يعني باع فاتورة ب 420 جنيه، وباع فاتورة تانية ب 495 جنيه. فأنا بجمع البيع بتاعه قد إيه. فاهمني يا فاهمني يا مصطفى؟ ألو؟
اه تمام فهمتك. انت كده فهمتني صح؟ ايوه فهمتك فهمتك. وظيفة الموضوع ده ايه دلوقتي؟ هتشوفه دلوقتي ايه؟ بص، انا فهمتك. وظيفة الموضوع ان انا هروح مثلا جاي هنا واروح اعمل انسرت، مش انا بقى عايزين نعمل هايد لدي كده، هايد 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 بس كده، واروح اعمل لدي كده واعمل هنا انسرت في حاجة اسمها بيفوت تشارت، تمام؟ ونجيب مثلا بيفوت تشارت، مثلا دي مثلا بيفوت تشارت، ونختار مثلا وليكن زي دي مثلا، دي مثلا اللي هي الباي باي تشارت اهي، نستنى نخليها في حتة تانية، انسرت بيفوت تشارت هتلاقيها موجودة عندكم كلكم يا جماعة، وناخدها كده ندوس اوكي، وناخدها في حتة تانية خالص اهو، نخليها في شيت تاني لوحده اهو، نخلي بقى الشيت ده كده كده بقى فيه كده بالظبط اهو، شايفين كده يا جماعة ولا لا؟ ده بيقول لك ايه بقى؟ ده بيقول لك عدد القطع بالنسبة للمخزن، نروح كاتبين هنا عدد القطع المباعة من كل مخزن، سامعني؟ ونخلي الشيت ده كده كبير، ده كده يعني نخليها بالكبر ده كده، ممكن مثلا ايه بقى نغير بقى الديزاين، يعني ممكن مثلا نخلي الديزاين كده، هل كده كويس؟ لو حد عايز يشارك يشارك، انا عارف ان انتوا تعبانين، بس يعني لو حد حابب يشارك يشارك، انا تحت امركم اهو. مثلا ممكن نخلي كمان دي نخليها مش موجودة، يعني ممكن نخلي ريموف الفيلد ده اهو، ديليت بالظبط، دي تبقى كده. انتوا معايا؟ انتوا فاهمين اللي انا بعمله ده ولا لا؟ شايفين اصلا انا بعمله؟ تمام، انا بس كل اللي عليا بس ان انا، نعم؟ هل بيبقى في اشكال تانية ولا هي بس الدورية لا لا، ما انا لسه هعمل حاجات كتير، لسه هعمل حاجات جديدة. هل بيبقى في اشكال تانية ولا هو شكل الدورية بس؟ لا لا لا، في تمام. حاجات كتير، لا لا في حاجات كتير، استنى انا بس بحاول ان انا الليجند دي اللي انا بحاول ان انا ادخل الكتابة تبقى موجودة في التوب دي، نخليها كده مخزن، لا انا عايز المخزن تبقى يبقى لا دي بص يا جماعة، دي اللي انا لما اجي ادوس هنا بدوس ادت شارت، بيقول لك في شارت تايتل، التايتل ده اللي هو ده اللي انت لو انت عايز تكبر تصغر الكلام ده كله اهي، مثلا نكبر الحتة دي كده تمام، هتلاقوها في الديزاين دي التشارت تايتل اللي هي تحط هنا تايتل، وفي الداتا ليبل، ليبل دي اللي هي شايفين ال 28 دي، دي بقى التعديلات بتاعتها اهي، مثلا زي مثلا بيقول لك في السنتر ممكن نخليها مش موجودة خالص، ممكن تخليها دي في الاواخر خالص، ممكن تخليها اوتسايد وهكذا، ممكن تخليها وهكذا، فاهمين قصدي ايه؟ دي وفي الليجند، دي الليجند اللي هي بتبقى مكتوبة اللي احنا عايزين نعرف مخزن مخزن الاصفر ده اللي هو مخزن اتنين، ومخزن ده مخزن اربعة وهكذا، فانا بحاول ان انا اجيب لكم البيع بتاعهم بالظبط، هي دي اللي انا كنت عايزها. اي انت بمجرد ما بتخش على الديزاين بتلاقي اشكال كتير واسامي كتيرة موجودة فيها اهي بالظبط كده وهكذا. ممكن بالظبط هي دي، ممكن بقى نروح عاملين مثلا الليبل مثلا بتاعتها نخليها نان، استنى اهي نخلي نان دي بالظبط، ونخلي كل مخزن لوحده كده شوية، اهو قلنا عايزين نعمل مثلا شكل ايه تاني، مثلا ممكن نخلي الديزاين ده مثلا ديزاين، لا ده عايزين مثلا نخلي، لا 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 خليها كده، نخليها المخازن، نخلي دي مثلا كده، نخليها بالشكل ده وهكذا، ممكن مثلا نخلي كمان الداتا ليبلز دي تبقى دي مثلا، نخليها كده على جنب، خلي بس كده اهو، ونخلي الداتا ليبلز دي بيست فيت، لا سنتر، ودي نيجي هنا نروح جايين نكبرها اهي، ونخليها باللون ده كده، خليها باللون الاسود. حد شاف حاجة؟ حد فاهم حاجة ولا لا؟ الو، انا فاهم. يعني بصوا يا جماعة هتلاقي يقول لك ايه، ان مخزن رقم 3 ده عامل 28 حتة، ايوه انا فاهم. ده مستحوذ على 28
في المية من التورتة دي كلها. التورتة دي عبارة عن 4 مخازن. ايه اكتر مخزن مستحوذ على البيع كله؟ المخزن ده مخزن رقم 3، بعدين مخزن رقم 1 27%، بعد كده مخزن رقم 4 24%، بعد كده مخزن رقم 1 مخزن رقم 2 اللي هو 21%. تمام. وهنيجي هنا تاني نعمل مثلا بيفوت تشارت مثلا على استنى اهو، انسرت بيفوت تشارت اهو، ونجيب بقى عدد البياعين اهو، ناخدها كده كنترول سي لان بناخدها كات، نحطها هنا اهو اهو. شايفين اللي انا بعمله صح؟ فالو انتوا معايا كده يا جماعه؟ معاك. تمام. بصوا عشان بس مش شايف مش باصص قوي على على زوم، ونيجي مثلا نعدل مثلا دي مثلا كده، نخليها مثلا بالشكل، ممكن نخليها بالشكل ده، الشكل ده كويس، الشكل ده كويس اهو. تمام. ويقول لك مثلا ايه، حتى يقول لك مثلا ايه دي عدد القطع المباعة لكل بائع اهو، يقول لك ان رقم البياع رقم 2 ده بايع اكتر حاجة، بايع 1214 قطعة، الرقم 1 بايع 1117 1178، والتاني 1117 وهكذا. تمام. تعالوا مثلا نجيب عن نصغر دي كده شوية عشان ايه لسه في حاجة تانية هنعملها اهي، ونصغر ونكبر دي كده شوية بس كده اهي، خلي المخازن تبقى اكبر سنة، المخازن تبقى كبيرة، نخلي دي كده شوية vertical alignment اهي، ونخلي المارجن بس كده اهي، نخليها كده شوية بس كده، ونخليها best fit، لا نخليها في السنتر زي ما هي، ونكبر الكتابة دي كده شوية اهي اهي واهي، نخليها باللون الأسود بالظبط اهي. وبعد كده ممكن نروح عاملين قيمة الفاتورة، احنا عايزين بقى نجيب لكل بائع، احنا كنا عاملين دي لكل بائع اهو، رقم البائع اهو، يبقى رقم البياع بالفاتورة بتاعته اهو، وانسرت وبيفت تشارت، ونخليها مثلا بالبار دي مثلا، نخليها بدي، ونخليها كده كنترول سي، وننقلها هنا اهو. تمام. ودي نكبر بقى دي كده شوية اهو، نعمل بقى ديزاين، عايزين نخليها اللي هي تبقى فيها كتابة كتير بالظبط اهو، نخليها بالشكل ده، مش بالشكل ده، بصوا كده يا جماعة، بصوا الشكل ده كده، عايزين بس دي نظبطها علشان الفورمات ماشي، مش شايف حاجة، عايزين بس نعمل هايد او نخليها كده تيجي كده شوية. انت شايفين يا جماعة اللي انا بعمله ده ولا لا؟ انت شفتوا اللي انا بعمله ده؟ الو الو، انتوا شايفين بجد اللي انا بعمله؟ معاك شايف. يعني الدنيا تمام معاكوا ولا ايوه معاك الاخبار؟ جدا. نعم تمام. تمام. انتوا شايفين بنشتغل كده؟ على الاشكال اللي هي بالظبط، انا شغال مفيش اي حاجة، يعني انا مفيش اي حاجة بعملها الا لما بظبطها قصادكم، يعني هو انا عمال اظبط اول حاجة بحيث ان انا تمام. ابينها لكم ان هي تبقى مظبوطة اهي اهو بس كده. تمام. بصوا كده يا جماعة، ده الشكل، يعني لما تيجوا تلاحظوا مثلا كده يقول لك مثلا ايه، ده مخزن 3 اكبر، ده مخزن 3، مخزن 2، مخزن 4، مخزن 1 وهكذا. ده بص دي عايزين مثلا نخلي الداتا ليبل دي
البرسنتج دي نخليها الفاليو دي نخليها برسنتج بالظبط. بصوا كده يا جماعه، ركزوا كده في الموضوع، بصوا كده المنظر بقى حلو ازاي. بصوا ان المخزن، انتوا سامعيني صح؟ لا، حتى اللي مش سامعني، حتى لو مش عايز يتكلم يكتب لي ان هو سامع. سامعينك كويس. تمام، بصوا كده بيقول لك ايه، ان مخزن 3 ده مستحوذ على اكتر حاجه من بيع الشركه كلها ب 28%، ومخزن 2 نفس النظام، ومخزن يعني مخزن 3، مخزن 1، مخزن 4، مخزن 2. تمام، وان البياع رقم 2 ده بايع اكتر حاجه. احنا ممكن بقى نزود بقى دي كده، نخليها دي كده ونخليها ايه، ونكبر دي كده شويه. بالظبط اهي، بالظبط نخليها دي كده، ونخلي دي برضو الكتابه دي كده برضو تبقى كبيره، بحيث ان احنا نبقى الدنيا تبقى مظبوطه اهي. بس كده، بالظبط بس كده. بيقول لك ايه، وان البياع رقم 2 ده بايع اكبر عدد قطع، حتى لو تبص فوق عدد القطع المباعه لكل بايع، ان البياع رقم 2 ده بايع اكبر عدد قطع. وهنا دي برضو لسه محتاجه تظبيط. كل اللي انت عايز تظبطه بتدوس، اول ما بتدوس عليها كده بيبتدي يظهر لك الشيب بتاعها، فانت كل عليك انك ممكن تزود الشيب ده. الجاب وايدز اللي هي التخانه بتاعت العمدان اهي، تصغرها تكبرها اهي مثلا اهي. تمام، وممكن كمان بقى تعمل شادو، لو انت عايز الشادو ده اللي هو بيبقى الظل بتاع الكتابه. بس انا كل عليا بس ان انا كنت عايز اكبر بس الكتابه بس مش اكتر. ان احنا نيجي هنا وهنروح عاملين في الكتابه اللي هي نكبر دي كده شويه اهي، بالظبط اهي، ونخليها بولد بالظبط اهو. بصوا حتى البيع اهو بقى مظبوط. لما تيجوا تبصوا عليها هيقول لك ايه، يقول لك ان المخزن رقم 3 ده مستحوذ على اكبر بيع من الشركه، وان البياع رقم 2 ده بايع اكبر عدد قطع من الشركه. نصغرها كده، وان ودي نكبرها كده كمان اهي، نصغرها كده سنه اهي، خليها بولد. تمام، وان البياع رقم 1 ده بايع اكبر عدد فلوس في الشركه. طب انا عايز لو فلتر على عدد رقم بياع بس الواحد، بس نعمل ايه؟ بص، كل علينا ان احنا نعمله، هنيجي نعمل اول ما نيجي ندوس على اي بيفت تيبل هنا كده، نمسح دي كده، اول ما تيجي تدوس على اي بيفت تيبل هنا يظهر لك حاجه اسمها بيفت تيبل انالايز، هتدوس عليها وهتلاقي في حاجه اسمها سلايسر، دوس على كلمه سلايسر دي، ونختار مثلا ايه اللي هو اسم البياع، اسم رقم البايع، ومخزن المنتج، وممكن بس هو رقم بياع واسم المنتج بس، ورقم بياع ومخزن المنتج اهو. ناخدهم كده كت ونحطهم هنا. بصوا اللي هيحصل اول ما بعملهم هنا كده، بصوا اهي. تمام، خليها كده هنا كده، خليها بالتخانه دي كده. كل لو انا دوست على رقم البياع، بصوا اللي هيحصل، رقم البياع هيظهر لي عدد القطع المباعه بس لكل بياع. لا، انا عايز بمجرد ما ادوس على رقم البياع يظهر لي رقم البياع عامل ايه في كل دولت. احنا ايه اللي هنعمله هنا؟ ثواني عشان دي برضو عماله تروح وتيجي، ثواني اهي. نيجي على كلمه فورمات ديزاين ونكبر الكتابه دي شويه اهو، نيجي على كلمه فورمات و فورمات سيلكشن، ونخلي دي البرسنتج بتاعتها، والكاتيجوري نيم دي كاتيجوري نيم هتبقى مخزن 3، وشو هيدر لاينز اهو، نكبر دي شويه بالظبط اهي، علشان نظبطها اهي بتبقى بالفورمات تكست اهي. خليها سيريس نيم اللي هو 28% بالظبط، مخليها دي مثلا، مخلي دي. هو انتوا سامعيني كده؟ الانترنت بيقول لي ان هو انترنت نو كونكشنز، انتوا سامعيني؟ لا احنا سامعينك، كنا سامعينك. تمام، اهو نخلي دي كده، ونخلي الكاتيجري نيم، يا نهار ابيض اهو، بس كده اهي، بس كده اهي. وانا بعمل كده عشان لما مثلا ببحث عن واحد بتقول ايه، معلش تاني كده؟
وانا بعمل كل ده عشان لما اجي مثلا انا عايز البياع رقم واحد يظهر لي في الاربعة او التلاتة بالظبط. اللي هو بص لا انا الاشكال عملت اللي هو الشكل. السلايسر ده بالظبط، انا عملت السلايسر، بس عشان اربط السلايسر ده، حاجه اسمها سلايسر دي اربطها، باجي على كلمه سلايسر دي واجي على كلمه حاجه اسمها ريبورت كونكشن، واربطهم بكل البيفت تيبل اللي معمول، وانزل على ده برضو واعمل له برضو ريبورت كونكشن واربطه على كل الحاجات اللي معموله. بص بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي يا مصطفى، اول ما ادوس، لو دوست على مخزن واحد بص ايه اللي هيحصل، مخزن واحد اهو، مخزن واحد عامل 100% تمام، مخزن واحد القطع اللي متباع منه، ان رقم واحد بايع 312 قطعه، رقم اتنين بايع 389 قطعه، رقم تلاته بايع 247 قطعه، وهنا كمان ان رقم تلاته بايع منه 34000، ورقم اتنين بايع منه 39000، ورقم واحد بايع منه 43000. طب لما اجي انزل على رقم اتنين بص ايه اللي هيحصل لما انزل على مخزن اتنين، الداتا اختلفت. فهمنا يا مصطفى؟ الو. طب بص كده لما اجي تمام. مثلا اختار مثلا على انا رقم بس انا اتنين، ربطته ازاي؟ معلش ما ربطته ازاي؟ بص احنا لما بنيجي تعالى نمسح دي كده وامسح دي كمان كده تمام. دلوقتي دي الداتا اللي قدامنا، تمام. شكل الداتا اللي قدامنا ده انا مش عارف افلتر عليه بحاجه، فاهم قصدي؟ يعني مش عارف ان انا اشتغل عليه كويس. فكل اللي انا عايز اشتغل عليه ازاي؟ اروح اعمل ايوه ايه؟ اروح جاي هنا، الداتا دي او الشكل ده متاخد من البيفت تيبل دولت يا مصطفى صح؟ سامعني؟ تمام تمام انا كنت عامل بيفت تيبل هنا اهو، اللي هو الملخص الداتا اللي انا قلت لك عليه، وكنت عامل اللي هو الداتا الرسومات البيانيه اللي هي دي واخدها من دولت تمام. فانا بروح اعمل ايه، اروح جاي على تمام اي على معاك اي بقفل دي كده، واروح جاي على اي واحد من دولت كده، على اي واحد، وهيظهر لي حاجه اسمها بيفت تيبل انالايز، وهروح عامل على كلمه سلايسر، سلايسر اهي، انسرت سلايسر اهو، بيقول لي بقى انت عايز السلايسر ده عن ايه، اقول له مثلا رقم البياع واسم ومخزن المنتج بس كده، واروح دايس اوكي، فظهر لي اتنين سلايسر اهو تمام. طب لو انا اخترت رقم البياع بس، بص ايه اللي هيحصل، ده بس اللي بيتغير، فاهم يا مصطفى؟ انت معايا صح؟ سامعني صح؟ الو. طب بص انت سامعني، انت سامعني كده ولا الانترنت عامل الصوت ايه؟ بيقطع بس انت كده سامعني كويس؟ هو كده انا مش سامع حاجة. انت كده تمام سامعني؟ كده انت كده سامع كويس صح؟ اوكي الصوت بيقطع. برضو. طب انت كده سامع كويس؟ بص على العموم لما اجي ادوس اسمعك اصلا لما اجي ادوس ماشي على المخزن، المخزن بيتغير هنا، انا عايزه يتغير في كله، فاروح بقى اعمل ايه بقى، هروح اقول لك بقى نعمل ايه. هنيجي هنا وفي حاجه في السلايسر هيظهر لك، يعني لو دوست كده مش هيظهر حاجه اسمها سلايسر هنا، لما اجي ادوس هنا هيظهر حاجه اسمها سلايسر، وحاجه اسمها ريبورت كونكشن، ونربط كل دول ببعض، بحيث ان انا لما اجي ادوس على رقم البياع بص اللي يحصل، كل دول تتغيروا، رقم اتنين كل دول تتغيروا، وهكذا. طب اربط برضو مخزن المنتج، برضو اروح رابطهم كلهم ببعض تمام، واخد دولت الاثنين دولت كده كوبي او كات كده، واحطهم في الشيت ده. النت قطع مش عارف هيخلص ولا لا، بس هو لما يخلص بقى نبقى ندخل على نفس اللينك تاني تمام كده يا جماعة. بصوا بقى تمام ممكن كمان بقى في الستايل، ان انت بقى احنا خلصنا دي، انت كده فهمت يا مصطفى ان انا بمجرد ما باجي ادوس على دي كده كل حاجه بتختلف، لما باجي ادوس على البياع كل حاجه بتختلف، لما اجي اختار المخزن كل حاجه بتختلف معايا دي يا مصطفى. علشان مثلا توري لمديرك شغلك ولا حاجه، كل اللي عليك في المواضيع دي كلها ان انت بتعمل اللي انت مثلا تربط السلايسر اللي انا قلت لك عليها دي يا مصطفى. الموضوع ده حلو جدا في حته السلايسر ده، ان انت بمجرد ما بتيجي تدوس على مخزن واحد دي كده ايه اللي هيحصل، يقول لي جيب لك مخزن واحد وبيجيب لك الناس اللي جواه وبيجيب لك باعه قد ايه، مخزن اتنين نفس النظام، مخزن اربعه نفس النظام. طب لو انت عايز تعمل دي كده وتختار مخزن مثلا ثلاثة مثلا، فبيقول لك مخزن رقم بياع ثلاثة، ممكن مثلا نكبر الكتابه دي كده شويه، فبيقول لك مثلا ايه البياع رقم ثلاثة جوه المخازن. طب لو انا اخترت مثلا مخزن واحد مثلا، يقول لك ان البياع رقم ثلاثة باع 247 قطعة في المخزن رقم ثلاثة، وباع ب 34000 جنيه في المخزن رقم ثلاثة. طب لو انا دوست كده هيجيب لك ان الرقم ثلاثة في كل المخازن باع قد ايه، ولو رقم واحد وهكذا.
ايه رأيكم يا جماعة؟ تمام. دي لو انت عايز تتعلم التشارت او انت تعمل شغل تبين بيه للناس شغلك فيجوال، فيجوال يعني مرئي، ما يبقاش شغل ارقام بس، يبقى شغل حتى شكل كده بالمنظر ده، بحيث ان انت توريه لمديرك. ايه رأيكم؟ على فكرة انا خلصت يعتبر، انا بس حبيت بس ان انا اوريكم الشغل عامل ازاي بس مش اكتر. قولوا لي لو عندكم اي اقتراحات. هو الصوت مش واضح بس. قولوا لي لو عندكم اي اقتراحات، انا مش سامع حاجة. الصوت مش واضح بس، انت الصوت مش سامعني واضح. كده كده الكلام كده كده سامعني كده؟ اه تمام كده. انا بس بقول لكم انا كده اعتبر خلصت حته بقى اللي انت، انا بقول لحضرتك بقول لك بقى ايه بصراحه، ان انت تقدر تعلم وتقدر تظبط كل حاجه، بحيث ان مثلا لو مديرك حب ان هو يشوف الحاجه تبقى فيجوال، فيجوال يعني تبقى مرئيه. فانا حبيت بس ان اوريكم الشكل وبس، بس كده انا يعتبر كده خلصت. انا حبيت بس ان اوريكم الموضوع بس سهل جدا ازاي الموضوع في التشارت دي. وكمان انت تقعد بقى تلعب بقى في التشارت، مثلا تجرب هنا، تقعد تدوس على فورمات، على ديزاين، تقعد تغير حاجات، تعمل تشينج كولر مثلا في الحاجات دي وهكذا. مثلا تختار الوانات زي كده، تعمل بص في حاجات كتيرة جدا تقدر تعدل فيها الفورمات، مثلا فورمات سيلكشن دي تقعد بقى تعدل بقى نو سوليد وسوليد بار وهكذا. بص انت تقدر تعدل في حاجات كتير قوي فيها. بس كده، ف ده كان السيشن بتاعت النهارده. انا كده خلصت. لو حد عنده اي مشكله في اي حاجه في الاكسل انا تحت امركم. بس رمضان كريم. تمام جدا، ربنا يبارك لك يا. ماشي، شكرا جدا ليكم يا جماعه. انا فعلا مبسوط والله ان انا كنت في الباتش دي. وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم على خير. ولو في اي حد عنده اي مشكله يخلي اللي ما يخرجش من الجروب، علشان بعد فترة. انا على فكرة لحد الان في واحد من سنة او من سنة ونص بيبعت لي لحد الان في شوية مشاكل عنده، فانا الحمد لله بنحلها انا وهو. فلو في اي مشاكل عندكم مثلا قابلتكم في الاكسل، ارجعوا دوروا بالاكسل في السيرش فوق وبعتوا لي، ان شاء الله هتلاقوني موجود. واي حاجة انا تحت امركم. شكرا جدا لكم يا جماعة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب، شكرا شكرا كل جدا، حضرتك جدا يا استاذ محمد. شكرا شكرا وليكم. شكرا حضرتك و مستر، شكرا شكرا. زارين كورس تاني ان شاء الله في ار تي سي ان شاء الله. ان شاء الله يا هند، ربنا يخليك. شكرا يا هند، شكرا قوي. شكرا يا جماعه، شكرا. مع السلامه، مع السلامه.